نشوف تقرير عن الكابتن إيهاب جلال ونرجع نكمل كلامنا. متمسكا بأفكاره ومبادئه التي ظل يحارب من أجلها رغم الضغوط التي عانى منها في كثير من محطاته التدريبية، ابتعد عن الأزمات والمشاكل والردود والتصريحات المثيرة للجدل مهما تعرض للانتقاد أو الهجوم. هكذا كان الراحل إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي والأسبق لمنتخب مصر الوطني، فمثلما كان مدربا رائعا وحقق نجاحات استثنائية، كان على المستوى الأخلاقي لا غبار عليه من الجميع. لم يكن إثبات إيهاب جلال ذاته في التدريب أمرا سهلا، بل كانت البداية الحقيقية من تلفونات بني سويف الذي قاده إلى الظهور بشكل رائع خاصة أمام الفرق الكبرى، فخطف نقطة ثمينة من الزمالك في دوري 2013-2014 كما تعادل مع المصري وحقق الفوز على دجلة، ليثبت أنه بأقل الإمكانيات قادر على صناعة الفارق، وهو ما حققه مع مصر المقصة الذي قاده للحصول على وصافة الدوري والتأهل لدوري أبطال إفريقيا في حدث استثنائي في تاريخ النادي الفيومي. ظهوره المختلف مع المقصة قاده لتدريب الزمالك ودخول القلعة البيضاء، واصطدم بالأهلي في أول مباراة يقودها للأبيض، ورغم استحواذه بشكل كامل على الكرة وأداء لاعبيه المميز، أهدر باسم مرسي ركلة جزاء ساهمت في قلب الطاولة ليخسر الزمالك بثلاثية نظيفة. ورحل إيهاب جلال بعد 17 مباراة فقط مع الأبيض عقب الخروج من الكونفدرالية على يد ولايتا ديتشا الإثيوبي بركلة الترجيح. وكانت المحطة الأكثر ضغوطا بالنسبة لإيهاب جلال عندما قاد منتخب مصر، ورحل بعد أقل من شهرين فقط بعد 3 مباريات قاد الفراعنة خلالهم، ورغم فوزه بلقاء وخسارته في مباراتين من ضمنه مباراة ودية، رحل إيهاب جلال بشكل سريع ورفض الحديث أو الإدلاء بأي تصريحات يرد من خلالها على ما تعرض له من انتقادات وهجوم ساهم في رحيله السريع. ومع الإسماعيلي وهي المحطة الأخيرة في مسيرة إيهاب جلال، استطاع المدرب الراحل أن ينقذ الدراويش من الهبوط والاعتماد على كثير من اللاعبين الشباب لإيجاد حلول للأزمة المالية الطاحنة التي عانى منها الفريق. كان لإيهاب جلال فلسفته الخاصة في الملعب للدرجة التي كانت تجعله يقوم بإيقاف أي مران حال اعتمد أي لاعب تحت قيادته على الكرات الطولية، فكان محبا للتمريرات القصيرة وبناء اللعب من الخلف للسير على خطى الكرة الأوروبية. إيهاب جلال كان الأب الروحي لكثير من اللاعبين، لعل أبرزهم باسم مرسي ونادر فرج وأحمد الشيخ الذين أجمعوا على أن تدريب إيهاب جلال كان مختلفا. وقال الشيخ في آخر تصريحاته عن إيهاب جلال بيعمل من الفسيخ شربات، تأكيدا على عمل المدرب الراحل بأقل الإمكانيات وتحقيق النجاحات بشكل استثنائي. وداعا إيهاب جلال.